صباح الخير يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكون بخير. طبعا انا رجعت النهارده، يعني بالليل اللي هو النهارده، الليل النهارده، وكنت في دورتموند زي ما انتوا عارفين، وشفت الشقق، وهتشوفوا ان شاء الله في الفيديو بعد الفاصل تفاصيل عن الحياه هناك بمعلومات، يعني ايه الاسعار والعيشه هناك. انا شفت كذا شقه طبعا، بس الناس هناك ما سمحوش لي ان اصور الشقه هناك بس، فان شاء الله يكون خير. يعني انا رجعت بس امبارح بالليل، رحت، انا كنت قلت في الفيديو اللي فات ان انا هربات يومين، انا رحت ورجعت في نفس اليوم. يعني النهارده حابب اتكلم على الوضع هناك في مدينه دورتموند اللي هي تبع محافظه او مقاطعه شمال الراين. معلومات سريعه جدا كده عن المقاطعتين او المحافظتين. شمال الراين مدينه مقاطعه اصغر تقريبا نص المساحه بتاعت مقاطعه باير. مقاطعه باير تقريبا 70,000 او حاجه 71,000 كيلو متر مربع. محافظه شمال الراين او مقاطعه شمال الراين تقريبا 34,000 متر مربع. انا كنت في مدينه دورتموند. دورتموند مساحتها تقريبا 280 او 280 كيلو متر مربع. مدينه ميونخ مساحتها تقريبا 310، يعني الفرق تقريبا 25 كيلو متر مربع بس ما بين المدينتين، لكن الفرق شاسع جدا ما بين الناس اللي ساكنه في مدينه ميونخ، عدد الناس اللي ساكنه في ميونخ وعدد الناس اللي ساكنه في دورتموند. مدينة ميونخ ساكن فيها تقريبا 1,600,000 في مدينة واحدة. ساكن في مدينة دورتموند 600,000، يعني أكتر من تقريبا هيكون الضعفين قريب. لكن مقاطعة نورد راين فيست فالين اللي هي شمال الراين، المحافظة نفسها، رغم ان هي نص محافظة بايرن، نص مقاطعة بايرن في المساحة، الا ان الناس هناك في نورد راين فيست فالين اكتر من هنا. الناس هناك في المحافظة نفسها كلها مش في المدينة بس، ساكنين 17 مليون وكسر. هنا في بايرن رغم ان بايرن ضعف المساحة زي ما انا قلت، الا ان بايرن ساكن فيها تقريبا بس يعني 12 مليون، تقريبا 5 مليون زياده، رغم ان نورد راين فيست فالين نص المساحه. بس في الفرق هناك ما بين دورتموند وميونخ فرق كبير في حاجات كتير. لكن انا عجبتني المدينه وشفت شقق كتير. طبعا انا سالت الناس اللي انا رحت شفت شقق عندهم ان انا اصور، فرفضوا. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده، ده شقة عجبتني جدا صغيرة. هي طبعا أوضة ومخزن، هنا لازم يكون في مخزن، أوضة ومخزن والصالة اللي انتم شايفينها وحمام والمطبخ صغير. لكن الشقة اللي انتم شايفينها دي يا شباب سعرها في ميونخ تقريبا 1,000 يورو. 1,000 يورو هناك يعني كالت ميت. كالت ميت اللي هو من غير الهيس ومن غير الدفاية، من غير الكهرباء، من غير الانترنت، من غير التلفزيون. هنا بيدفعوا لكل حاجه فلوس. التلفزيون بتدفع له تقريبا في الشهر، حسب، لو انت حابب تستخدم قنوات كتير ممكن تدفع 80 يورو اللي هي قنوات الكوره والكلام ده في الشهر. لو انت حابب القنوات العاديه جدا اللي هي زي الاولى المصريه والثانيه المصريه، الحاجات بتاعه الدوله، بتدفع في الشهر تقريبا 18 يورو. يعني انا بدفع حاليا دلوقتي كده، وانا ما بفتحش التلفزيون الا نادرا، يعني لانه ممل جدا هنا التلفزيون في المانيا. يعني الشقة اللي انت شايفينها ديت سعرها في الشهر كالت ميتا 390 يورو، يعني 400 يورو مثلا. هتضيف عليها كمان حاجات هتوصل معاك لحوالي 600 يورو،
مع الحاجات اللي هي الكهرباء والمية والإنترنت موجود في السعر ده كمان النيبن كوستن. النيبن كوستن ده اللي هي المرافق، اللي هي الزبالة والكلام ده والشارع والنظافة والكلام ده، يعني 390 يورو في ميونخ، ديت 1000 يورو وضيف عليها الحاجات الباقية. هي مساحتها 54 متر، هنا في ميونخ، في ميونخ 54 متر ممكن 3 يسكنوا فيها، ممكن 3 يسكنوا فيها، ممكن أكتر. لكن هناك دي الحد الأدنى تقريبا لشخصين، الحد الأدنى لشخص أو شخصين كده، والناس هناك مستغربين. يعني انت لو عايز تاخد شقة لشخص أو شخصين مثلا لازم تبقى من 70 ل 80 متر، ده الطبيعي يعني زي عندنا في مصر مثلا. بس فأنا شخصيا عجبتني المدينة هناك، والطبيعة هناك جميلة جدا، والوضع جميل جدا، الشغل موجود. أنا شخصيا دورت على شغل وظبطت على شغل، لكن أنا منتظر بس إن أنا أنقل إن شاء الله من هنا لهناك. يعني الوضع كويس جدا، اي حد حابب يجي المانيا وما عندوش شغل ثابت، بمعنى شغل ثابت بمرتب كبير بوظيفه كبيره، من الوظائف المهندس في شركه كبيره، الوظائف الكويسه جدا، الخبرات الكبيره جدا، ما انصحوش يجي ميونخ. يعني ما انصحوش يجي ميونخ، لان ميونخ انا بجد شايفها غاليه جدا جدا جدا. طبعا لو حد جاي لاجئ او كلام زي كده، طبعا هم بيدفعوا له كل حاجه فالموضوع سهل، لكن لما تكون انت متكفل بكل حياتك بكل مصاريفك، لكن هناك هيبقى افضل لك بكتير انك انت تعيش في 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 المدن دي. وده شباب المكان اللي هو السنتر بتاع دورتموند، يعني هي مدينه مش كبيره زي ميونخ، لكن زي ما قلت قبل كده اسعار الشقق بتاعتها رخيصه جدا. وراجل فنان اهو زينا يعني، ولا بنت انا ما اعرفش والله. فبس اسعار الشقق هنا يعني ارخص، معلش ارخص بكتير من البنت زعلانه ان انا بصور يعني، بس فالاسعار الشقق هنا ارخص بكتير من ميونخ، والشغل موجود يعني. لكن هي الفكره كلها ان هنا الاتراك اكتر من الالمان نفسهم بكتير يعني. حتى انا كنت بقابل واحد تركي دلوقتي بيقول لي ان الالمان هنا مواطن درجة تانية يعني، وهم مواطنين رقم واحد هنا، مسيطرين جدا يعني. تانية ان زي ما انتم عارفين المانيا كان زمان فيها حرب، الحرب العالمية الاولى والتانية. بعد الحرب العالمية التانية حصلت مشاكل، والمانيا اتقسمت اتنين، المانيا، المانيا الغربية والمانيا الشرقية. المانيا الشرقية اللي هي ناحية بولندا والتشيك والدول دي، والمانيا الغربية اللي هي ناحية النمسا والدنمارك وهولندا والجنب التاني ده. بس ف لو حابب، اي حد حابب يروح مدينه من المدن الكويسه لسه لحد دلوقتي موجوده، رغم ان الجدار العازل ما بين الدولتين يعني اتكسر، وفتحوا الدوله على بعضها تاني سنه 1989، سنه ما انا اتولدت، الا ان لسه برضه في تاثير ان الدوله الفقيره اللي هي المانيا الشرقيه، يعني مثلا زي كيمنتس، دريسدن، برلين، برلين العاصمة تبع ألمانيا، لكن برلين كويسة يعني. لكن ألمانيا الغربية اللي هي يعتبر فيها فلوس أو، لكن أسعارها عالية برضو، زي طبعا بايرن اللي هي فيها ميونخ وفيها نورنبرج ومثلا شتوتغارت وهانوفر، هامبورغ، دورتموند، دوسلدورف، الجنب ده كله. فدي معلومة لأي حد حابب يجي ألمانيا، لازم يكون عارف الفرق ما بين الأسعار هنا إيه والوضع ايه. انصح اي حد ان هو يجي عشان ما يعانيش اللي انا عانيته هنا، وخصوصا ان انا متكفل بكل حياتي يعني هنا، فانصحه ان هو يروح على الدول المدن دي، المدن اللي هي دورتموند، دوسلدورف، اللي هي نوردراين بس فعلا مقاطعه شمال الراين، لانها فيها اسعارها احسن بكتير من هنا، وسهل انك تلاقي شقه. فانا بس ان شاء الله صابر، لسه ما قررتش. هنا الواحد بياخد فتره يفكر في الوضع ايه، لسه قدامي شهر شهرين، مش لازم انقل النهارده يعني.
فبحاول ان شاء الله اشوف الوضع الافضل ايه، بحاول اشوف افضل مدينه من الشغل فيها ايه، العيشه فيها ايه، هتعجبني ولا لا يعني. لكن مدينه دورتموند او نوردراين فيستفالن مليانه اتراك يا جماعه، كلها اتراك يعني. انا قابلت واحد تركي هناك يعني عنده شقه، والله قال لي بالكلمه كده يا شباب، قال لي احنا هنا المواطن، احنا المواطنين رقم واحد والالمان رقم اثنين. على العموم يا شباب، ده كان الفيديو بتاعنا، ويا رب ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنزلوا تحت مكتوب تحت على الشريط الاحمر دوت اشتراك او سبسكرايب، اشترك في القناه، اعمل لايك، اعمل شير، واستنى لما الفيديو يخلص هيظهر لك على الفيديو اقتراحات للفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده عن الحياه هنا وعن الظروف وعن ايه الالمان قالوا ايه عن مصر والمصريين او العرب، او هتلاقي فيديوهات مقترحه على الشاشه عندك، ما تقفلش لما تشوفها. زوروا الفيديوهات كلها يا شباب، ادعوا اصحابك للقناه. اشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه. سلام.